احنا مع الدكتور نصر، احنا مع الدكتور نصر. الدكتور نصر حابب يطمن على احوال السوريين والمعتصمين في الدنمارك. فالاخ شادي الحموي مضرب عن الطعام من امبارح، والدكتور نصر حابب يطمن عن صحته وعن احواله. تفضل اخي شادي. السلام عليكم، الله يعطيك العافية. الحمد لله. نحن أنا وابني أسامة عمره 14 سنة، بيروح على الصف السابع هون، وأنا هون يعني أنا هون عندي لجوء سياسي ووضعي بخير، لكن أنا متضامن مع أخواتي السوريين، لأنه يعني هي القوانين العنصرية ما عم يوقفوا عنا، لدرجة إنه هلأ نحن وصلنا لمرحلة إنه هن بدهم يعملوا اتفاق مع الأسد لحتى يرجعوا الناس، وهذا بيعطي شرعية للأسد اللي هو مجرم. فنحن رافضين هذا الشيء، ونحن بدنا نوقف مع الكل لحتى الحكومة الدنماركية تتراجع عنها، عن دمشق مو آمنة ولا سوريا آمنة. من يحضر معنا الوقت اللي حضرتك انت لديك لجوء سياسي. الله يعطيك العافية جميعا، واللي عندك انت الله يعطيك العافية جميعا. بما فيها دمشق، ونحن لدينا تقارير وتفاصيل دقيقه جدا عم نزودها لكل دول العالم والامم المتحده وباقي المنظمات الدوليه اللي بتدلل على ذلك. والدليل الاضافي على انه كل الدول بما فيها الامين العام لازم نروح قدام الساحه الساميه، لان احنا تحدثنا بصراحه بأن الأوضاع السورية لا تتأثر معنا القرارين اللي صدرت عام 2020، وتقول بأنه أي إعادة للأسف نفس المبادئ المتفق عليها بأن تكون عودة نوعية وآمنة وكريمة. وهذا الخطوط لا تتفقد إلى العودة نوعية وآمنة وكريمة، ولا تتفقد عليها هي مدرسة آمنة. بالتالي ينبغي على الدول والأخوان ونحن لدينا لذلك الإنسان كان في الأستاذ كان يعني في هذا